كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. الحمد لله هذه الدورة الثالثة إن شاء الله اللي تنديروا فيها الإفطار الرمضاني، والحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى وفضل المحسنين من بريطانيا، والأخ باش عبد الرحمن والأخ بلال محمد، الحمد لله استطعنا باش نوفروا هذا العام هذا الشهر. كنا تنديروا يوميا 450 افطار، يعني من بعد الحمد لله ولينا هذاك اليوم بمناسبه ليله القدر الحمد لله درنا 1000 افطار و1000 وجبه عشاء، غادي نوزعوها ان شاء الله في جميع انحاء اكادير مدينه اكادير، والحمد لله بنا باش ندخلوا الفرحه للناس اللي يعني من الفئات المستهدفه مثل الطلبه المغاربه ولا الافارقه العالقين هنا بسبب تفشي فيروس كورونا، وكذلك المتشردين والاسر المعوزه، وكذلك الشرطه رجال الشرطه اللي واقفين هنا حتى هما ودايرين وتيقوموا بالواجب ديالهم، حتى هما بغينا نستهدفهم في هذه الحمله ان شاء الله. شحال عدد الوجبات اليوم؟ يعني طيله شهر رمضان تنديروا يوميا 450 وجبه افطار، اليوم بمناسبه ليله القدر 27، يعني بغينا باش ندير هذاك درنا 1000 افطار 1000 وجبه افطار و1000 وجبه عشاء. استاذ تقريبا شحال من الفرق؟ دابا اليوم الحمد لله كنا خدامين ب 20 فرد، ولكن الحمد لله اليوم وصلنا ما بين 30 حتى 35 فرد، ما بين اللي تيهيئوا وجبات الافطار وما بين اللي تيهيئوا وجبات العشاء، والحمد لله كما تشوفوا حنا تنشكروا بعدا الناس هاد المتطوعين اللي دايرين واحد المجهود اللي كبير تبارك الله عليهم، يعني راه صعيب باش دير واحد 1000 وجبه افطار و1000 وجبه عشاء، راه صعيبه بزاف. من البارح من وجبه الافطار تاع البارح بدينا الحمد لله الخدمه، يعني الحمد لله بالتعاون ديالنا، وهذا حنا تنفكروا الناس اللي محتاجين، يعني ما تنفكروش في راسنا ولا شي حاجه، حنا ماشي مشكل نتعبوا ونشقوا، ولكن تنفكروا البال ديالنا هو هذوك الناس اللي محتاجين الفرحه ديالهم باش ندخلوا معاهم السرور، نزرعوا ديك المبادئ ديال التاخي والتازر والتكافل ما بيناتنا. الحمد لله، زعما الحمد لله نبداو بحال هكذاك مع داك السحور، تنبداو مع ديك السحور سميتو نعجنو البطبوط، نعجنو البغرير مرة المسمن، وتنسالوه مع ديك سميتو مع ديك ديك تسعود العشرة خصنا نسالوه، عاد باش نهبط لهنايا سميتو نهبط هنا عند الحريرة، عاد باش عاوتاني سميتو هاهي تنطيب الحريرة هنايا، تندير أربعة دوكا القوامل، ثلاثة بالقوام وحدة بالحليب والسميدة. في الأول كانوا 220 غاديين، عاوتاني تا ديك 200 وسميتو 320، دابا راه كانوا هذا دابا راه 460 اللي وصلنا، هادو غال على دوك اللي على حسب دوك اللي تيفرقوا لهم على برا، هما دوك اللي تيجيو هنايا تيجيو دوك اللي زعما نقول قاعديك نقول قاعديك 80. باش تحسوا هذا النهار بالضبط اللي تبعتوا باش الحمد لله اليوم راه الحمد لله اليوم راه درنا لهم قومنا لهم مزيان، ما نعسنا في الليل ولا في النهار، اللي ما عملنا نعسنا في الليل كامل، حنايا تنصيبوا في ذاك الدجاج درنا لهم اليوم العشاء ديالهم، قومنا لهم الحريره وكل شيء، دابا كل شيء بحال البيض داك سميتو الكرواسات التمر كله داك ترجمه، المهم شحال الحوايج عاد باش والحريره، واليوم درنا لهم الدجاج
حمرنا اليوم الدجاج وفرقنا سميتو ودابا مشاو يداو من حتى الجين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.